أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأوطان، صلى الله وسلم على يا غريب يا كربلاء، يا سيد الشهداء، ومسلوب العمامة والرداء، يا قتيل العداء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم أنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين في الهيجاء إذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا الأعضاء ملقا على حر الصعيد وحسينا في فتية بيض الوجوه بيض الوجوه وضائي متمهدين من الصعيد صخوره متوسدين حرارة الرمضاء خضبوا
وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج. أيوا شبابا، بدم من الأوداج للحنائي يا شبان يا نجوم المخيم، يا بدور غرقت ولي بحر دم عليهم، يا هوى الغربي تنسم، بل جيت فوخ عنهم جمرة الحار، ركاب غوجة وتعنى حسين لها، لقاها بس جثث ومسلي بها، وقاف عيدها يصب دمعة على، وقال احتسب عند الله واصبر، هذا الرمح بفادة تثنى، وهذا بيه لن الشاب رنى، وهذا الخير صدر رضرضن، وهذا وذاك بالهندي والذار، وكأني بالحسين عند ذلك الشباب تمدد بطوله، وضع خده على خده ونادى بني علي، على الدنيا بعدك العفا أكبر يا نور العين، يا معفر الخد أكبر يا نور العين، يا معفر الخد يا ابني شقول العمتك لو سايلت عنك، لا للحزينة يا الولد ما آيست منا، أكبر يا نور العين، يا معفر الخدين. قال وذني يا ابويا العمتي زينب أراها، خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا، قال لي يا عقلي مهجتي حشياك فراها، لازم اشيلك للخيم يا قرة العشا، المدلل فوق صدره وللخيم عار يبكي ونادي فتني فقد الاولى، قوم يا ليلة للولد
عدلي له زاد فرد بدهشة تلطم الهامة باليد لما مددوا في خيمته وزينب واقفة على طرف الخبا لما نظر إليها الحسين صاح قعد عندي وصف جراح على راح آه نادى حسبات عمري علي راح وصاحب صوت يا زينب علي راح علي رايح يا زينب وظلمت الدنيا علي أوالي وظلمت الدنيا يا علي يا كوكبان ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب إسحار يا الله نسألك وندعوك بالحسين الوجيه أمي وأبي والتسعة المعصومين من ذريته وبني اللهم عجل لوليك الفرج اشف كل مريض فك كل أسير غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم أيد وسدد حماة الدين مراجعنا فقهانا علمانا الربانيين ولأرواح الشهداء لا سيما شهيدنا الغالي ولجميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.